والله انا مش عارف اقول ايه يعني. طبعا الزمالك في خطر، عواد بطل وهو نجم المباراه زي ما انت قلت. لا ما شاء الله تألق مش في طبيعي. اعتقد البطوله دي كشفت لنا على ان في لعيبه كتير اعتقد ان هي مش هيكون ليها دور في نادي الزمالك السنه الجايه. انت السنه دي ما تقدرش تغير طبعا عشان القيد وكده، لكن في لعيبه كل ما بتلعب بتثبت ان هي مش على مستوى اداء نادي الزمالك او على مستوى تيشيرت نادي الزمالك، حتى لو ماتش ده ودي، حتى لو بطوله وديه او كاس رابطه. كابتن انت من انت 5 مباريات خسران 3. انت لعيب نادي الزمالك، خلينا نكمل بس. اتفضل. يعني انت خسران دلوقتي 4 كام ماتش؟ 3 ماتشات وكسبان من ماتش واخد نقطه واحده. في لعيبه اعتقد في تيشيرت نادي الزمالك كبير عليها، مش عشان هي، عشان هو ده مستواهم، مفيش تقدم، مش هيتقدموا. لكن في زي النهارده مثلا، لولا وجود عواد النهارده كان الزمالك ممكن يتغلب 3 و4 و5، اوتوماتيكية ونفس كبيرة. الكلام ده، ونفس الكلام ده كان ماتش المحله، اتغلبنا 3 برضه كنا ممكن نخسر 4 و5، واتغلبنا ماتش فاركو 2 برضه لولا وعواد كنا ممكن تخسر 3 و4. ففي حاجه غلط في نادي الزمالك في اللعيبه، مش هي دي لعيبه نادي الزمالك اللي انا متعود عليها. يعني للاسف دايما باللعيبه الاساسيه اللي غايبه عن نادي الزمالك بتثبت يوم بعد يوم يا جمال ان هم فعلا هم اللي الأساس. بيكسبوا نادي الزمالك وعامل اساسيه، وواضح ان مستوى البديل في نادي الزمالك بعيد قوي عن مستوى اللعيب الاساسي. خلينا نتكلم طب انت بكل حضرتك صراحه، بتفسره بيه ده؟ ما فسروا ان هي دي امكانيات اللعيبه. لما خدوا فرصه ماتش واثنين وثلاثه ما حاولوش يثبتوا نفسهم او جدارتهم ان هم يكونوا لعيبه اساسيه او يقولوا احنا موجودين او احنا بديل كويس. لكن مش معقوله كده يا جماعه، كل ماتش يعني كسبنا الماتش اللي فات قلنا ماشي كويس وبتاع، الماتش ده هنأدي اداء كويس. حتى انت ما اديتش، يعني في اداء ولا في جمله تكتيكيه، لا بتدافع ولا عندك صناعه لعب ولا بتهاجم ولا ليك شكل ولا مضمون. يعني مش ده الزمالك خالص، معلش. يعني حتى لو بطوله وديه العب يا اخي وادي يا اخي، ايه المشكله؟ فانا شايف لا، الزمالك ممكن يتاثر كتير جدا في بطوله الدوري وبطوله افريقيا لعدم وجود البديل المناسب. وواضح كده ان في لعيبه هتوحشنا لان كتبت شهاده خروج ليها من نادي الزمالك من خلال ادائهم ومستواهم. محدش ظلمهم، هم اللي ظلموا نفسهم. بتجيلك فرصه مقدرش استغلوها، لازم تثبت نفسك. وده الكلام اللي لازم ايه نقوله ونصرح بيه الجمهور، لان الجمهور الزمالك بيفهم كوره كويس، فاهم ازاي؟ ولازم احنا بنقول الحقيقه يا جماعه، لا في لعيبه لا تصلح، في لعيبه كفايه عليها كده، السنه دي تخلص ونشوف بقى، نبتدي بقى نشوف هنجهز ايه للسنه الجايه. لكن السنه دي الدوري وافريقيا هيبقى فيه خطوره شويه لان ما عندكش البديل الجاهز. اتمنى ان بعض اللعيبه ترجع لمستواها، في لعيبه احنا بنثق فيها ولعيبه اساسيه ولعيبه كويسه، لكن للاسف في نوع من التراخي، في نوع من الاستهتار، في نوع من الدلع. حتى لو ماتش ودي او بطوله وديه، انت نادي الزمالك مطالب حتى لو ما كسبتش تأدي أداء الناس تسقف لك عليه وتقول هارد لك، ما كانش فيه توفيق النهارده بس أديت. لكن أنت لا بتأدي ولا بتكسب ومحيرين جمهوركم معاكم، مش عارفين أنتوا في إيه يعني، فمش معقول كده يعني. يعني الأمور صعبة. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وأتمنى أن مستر كارديرون تكون الفترة دي يستفاد فيها من الأحداث اللي حصلت في ال5 ماتشات. هيحط إيده يا جمال على مفاتيح اللعب، على الناس اللي ممكن تكمل، على الناس اللي هو يقدر يعتمد عليها. لكن انا بقول لك في ناس هتوحشنا من اللعيبه دي. اعتقد السنه الجايه مش هتلاقي اقل من 6 7 لعيبه ما ثبتوش نفسهم او هم جاذرين ان هم يمثلوا نادي الزمالك. بس هم اللي قصروا في حق نفسيهم، ما حدش ظلمهم، هم بيظلموا نفسيهم. البطوله زي دي بتجي لك فرصه تثبت فرصة نفسك، كبيره كمان تثبت كمان. نفسك انت نادي الزمالك، يعني مع احترامي لكل الفرق اللي لعبتها، انت نادي الزمالك. كاس الرابطه لعبت 5 ماتشات، انت نادي الزمالك. يعني حتى لو بتلعب بالبديل هيبقى ادائك وشكلك احسن من كده، لكن معقوله لا طعم ولا شكل ولا هجمه؟ طب انت عايزين ايه يعني؟ تيشيرت نادي الزمالك يعني مش فرقه درجه رابعه ولا درجه ثالثه. انا قاعد والله كنت بنام، يعني انا وجمال حنام مفيش حاجه، مفيش هجمه، مفيش جمله. بس النهارده ما اختبرتش، مفيش. كنا بنصحصح بس كده شويه على تالق عواد، يعني النهارده نجم الماتش يشيل لك واحده من فوق، يشيل لك واحده من تحت، يشيل لك انفراد. هو اللي حسسني ان ده بيلعب كده بروح وكده، لكن ما فيش شكل خالص يعني. اتمنى الجاي يكون افضل يعني.